بحلب أحبطت وحدة من جيشنا الباسل بالتعاون مع الأهالي مساء أمس محاولة إرهابيين تفجير سيارة مفخخة في حي حلب الجديدة في مدينة حلب، فيما لقي عدد من الإرهابيين حتفهم جراء انفجار سيارة أثناء قيامهم بتفخيخها شمال كفر حمراء بريف المحافظة. يوما بعد آخر تنحصر فرص الإرهابيين في صناعة الموت للناس الأبرياء بتكاتف المواطن السوري مع جيشه بهدف الوصول إلى الخلاص والحصول على الأمن. جماعة إرهابية عماها جهلها الفكري وطمعها المادي قامت بزرع سيارة مفخخة ب350 كيلوغراما من المتفجرات في حي حلب الجديدة قرب مدرسة أسعد عقيل بغية قتل أهالي المنطقة الآمنين، ولكن وحدات من جيشنا الباسل وبعد معلومات من أهالي المنطقة أحبطت مآرب الإرهابيين وأبطلت مفعول المتفجرات. تم إبلاغنا عن سيارة سوداء سابعة تتوضع بمنطقة حلب الجديدة، السيارة تم الكشف عليها وتم بملاحظة وبحضورنا وبحضور الجهات المختصة كشف عن السيارة، وتم ملاحظة أكياس من الTNT موصولة ضمن الفتيل الصاعق موصولة على تابلو السيارة. تم التواجد جهاز لاسلكي تفجير عن بعد مع ريموت كنترول ومدخرة، إذا لاحظت هاي الصواعق الموجودة وهاي عبارة عن الفتيل الصاعق اللي تم فكه من قبل السيارة. لاحظ الأبواب والفتيل الصاعق المتواجد لدى كل باب. وفي خط إرهاب موازن لقي عدد من الإرهابيين حتفهم من جراء ما تبت أيديهم بصنعه أثناء قيامهم بتفخيخ سيارة في شمال كفر حمراء في ريف حلب. قد يستطيع الإرهاب المخزي الأعمى زراعة الموت في أي مكان وزمان، ولكنه أعجز من الصمود عندما يقبض السوري على أمانه وسلامه بقلبه ويديه جنبا إلى جنب مع جيش الوطن.